عن الأجواء الحلوة يبيلها أكل حلو، أكل كذا يعيشك الجو صح، يخليك تنبسط. اليوم أنا جايبة موزات، وموزات شيء عليه الكلام، يعني من أفخر وأجود أنواع اللحوم، يعني من أجود المتاجر الموجودة في السوق حاليا. أتوقع أنه واضح لكم الاحترافية في الشغل، من التغليف، الباكيجينج، الترتيب، كل أنواع اللحوم اللي تخطر في بالك موجودة في عندهم، المحلي والمستورد، اللي بالتتبيلة واللي بدون تتبيلة، كل أنواع الاستيكات، الشيش طاووق، شيء شيء شيء، يعني كل مرة بتطلبون بتجربون شيء جديد ولذيذ. شوفوا ما شاء الله هالستيك، شوفوا شلون ماربل كيف مرخم، هذا إذا انطبخ شو بيصير؟ زبدة ما شاء الله تبارك الرحمن. والله ما شاء الله تبارك. شوفي أنا من خبرتي في اللحوم الستيكات والمشويات والكباب ما تحتاج 99% تعتمد على اختيارك القطعة. صح، صادقة. ما تحتاج فلفل أسود وملح، ممكن قطعة زبدة بس أو زيت زيتون، خلاص. صادقة، يعني طعم اللحم من نوعيته. من نوعيته. عندهم بعد نظام البوكسات، أوريكم هذا واحد من البوكسات اللي هو بوكس البرجر. خبز، هنا الصوصات، أربع أنواع من الصوصات، فيها البصل المقرمش، فيها الكاتشاب، طبعا اللحم مو أي لحم، مو أي نوع لحم، هذا لحم واجيو من النوع اللي يذوب في الفم، أفخر أنواع اللحوم. الخضار، خس، بصل، جبن تشيدر، بعد جلافز، مناديل، كل شيء كل شيء كل شيء. يا جماعة يا جماعة، الطعم مو طبيعي، أطرى لحم ممكن تذوقونه. مرة مارشميلو، مرة مع الصوص مارشميلو، الصوص بعد خيال. يوم عيدي نفس الكلام اللي تو قلتيه، ايش قلتي تو؟ إن شاء الله بحفظ كل سناباتس عندي. سمعين، إذا بغيت لحم بطلب من عندهم إن شاء الله. سجل واحد عمل عندك، مو واحد الاثنين. صدق والله شيء فظيع ما شاء الله تبارك الرحمن، من ألذ ما يكون. انهارت عند الستيك. تخيلوا يا جماعة أنه حتى الستيك اللي يستخدم في سندوتشات الفطور موفرينه في موزات، ما شاء الله ما خلوا شيء، بدعوا، يكون كذا مقطع شرايح رقيقة. طبعا تقدرون تضيفون عليه أشياء في التطبيق، يعني مثلا عندهم الحمص، أنواع الصوصات، أجبان. الحمد لله يا رب شبعت، يعني كانت غدوة مدري عشوة لذيذة، كلنا انهرنا على طعم اللحم، لذيذ لذيذ. موزات تقدرون تطلبونه من ذا شيفز، تكتبون في البحث موزات ويطلع لكم مباشرة هذه الأنواع، اللحم، دجاج، استيكات، البوكسات، كلها موجودة هنا، وعليكم بالعافية مقدما، ولازم لازم لازم تجربونها.